السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم بإذن الله غنوجد معكم واحد الحليوة بمكونات بسيطة وتجي واحد المذاق زوين بزاف. نبدأ على بركة الله. كيف ما تشوفوا عندي هنا جوز الهند، عندي الحليب المركز، اذا غنجمع هاد المكونات جوز الهند مع الحليب المركز، غنجمعهم مزيان حتى يتجانسوا مع بعضهم. من بعد غنشكلهم واحد الكويرات على هذا الشكل. كيف ما تتعرفوا الحليب المركز فيه السكر تيبقى يتلصق في اليدين، اذا انا خديت واحد شويه ديال المزهر باش ندهن يدي مره وتندير كويرات. من بعد ما شكلت الكميه كلها غادي نوضعها في الثلاجه لمده 30 دقيقه. غناخذ الشوكولا غنبدا ندوبها على باماري على حمام مريم، وناخذ هذا الفول السوداني او الكاوكاو نهرمشو طبيعي الحال يكون محمر، نضيفه على هذا الشوكولات. Thank you.
كيف ما تشوفوا الحلوه ديالنا تجي على هذا الشكل، تجي لذيذه بزاف وحتى الشكل ديالها زوين. من بعد ما تنكملوا الكميه كلها تنوضعوها في الشكلاط، تنخليوها تتبرد، يا اما تنحتفظوا بها غير ديك المكان خارج الثلاجه تتبرد، واما نحطوها في الثلاجه لمده 5 دقائق. ما تخليوهاش بزاف، لان كيف ما تتعرفوا الشكلاط اللي درناه في الثلاجه تيقصح بزاف. اذا تجي على هذا الشكل، مذاقها زوين وتتوجد بسرعه. نتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم، وعيد سعيد على الجميع ان شاء الله، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.